Je me présente Emna Chapchou, présidente club de Wander. حبيت نستدعيكم للإيفينمون اللي باش يصير في ليزيت لو 1 مارس 2017. الإيفينمون هذا بعنوان بيل إيزيت سفاكس. التيمة نتاعها سكس ستوري أوف إيزيت. شدوا الوقت وشدوا البلاصة. لو 1 مارس 2017 أبارتيغ دو من ساعتين أبارتيغ من ساعتين في ليزيت سفاكس وسال دو كونفيرونس. بعد نجاح كلوب ذا واندر اف سيك اللي نظم لاول مره اون كونفرنس في صفاقس تحت عنوان بيل واندر اليوم كلوب ذا واندر ايزيت باش ينظم لثاني مره في صفاقس اون كونفرنس سو تيتر بيل ايزيت صفاقس. الموضوع باش يكون حول عرض تجارب لشباب ناجح وفعال متخرج من ليزيت. مش يحكي لنا سكسيس ستوري نتاعو كيفاش وصل للدي بوست بهين. الهدف من هذا الايفنت باش نبينوا للطلبه نتاعنا انه ليزيت عندها أفاق كبيرة في المستقبل، مش كما يقولوا برشا العباد تقرا في ليزيت إيه من بعد وين عندك توصل. السبيكر دو سات ايفينمون كريم معالج انجينير بترولي اكو سيرفيس، رامي غرسله تكنيكو كوميرسيال اسبكتر، حاتم دمق بزنس مانجمنت اوف يو اس، محمد جراي ريسبونسابل ابروفيسمون اي امليوراسيون تكنيك، عمر جلولي شيف ديكيبمون فلورتكس، عمر قطي هيلث سيفتي سيكوريتي، برهان بوخثير ديزاينر وبلوجر. دونك هذو لي سبيكرز اللي باش يكونوا حاضرين معانا باش تقاسموا معاهم الاكسبيريونس نتاعهم. هذو من العباد اللي بينوا حتى اللي صعيب، باش يجيو يستفادوا من خبرتهم اللي تديهم في ليزيت. دونك ما نطولش عليكم، كونوا معانا نهار الاربعاء العشيه 1 مارس في سال دو كونفيرونس اليزيت مع ساعتين تاع العشيه. نستناوكم.